أثبتت بأن هناك قدرة هائلة لدى المملكة للدفاع عن نفسها، وهذا أمر غير قابل أصلا للنقاش ولا يدخل أعتقد في أي نوع من أنواع المفاوضات. مسألة الاعتداءات الإرهابية هي رسالة باعتقادي إلى العالم كله وليس إلى السعودية، بأن الحوثيين لا يختارون اليمن أصلا ولا يختارون اليمنيين، هم اختاروا الخانة الإيرانية. إذا كان الحوثيون يريدون السلام كما يزعموا في خطاباتهم أو في تفريحاتهم، فأفعالهم تقول أنهم لا يريدون إلا أن يكونون جماعة إرهابية في خاصة الجزيرة العربية. هناك فرصة كبيرة جدا، وأعتقد أنها ما زالت ماثلة في اللقاء التشاوري اليمني الذي سيعقد نهاية مارس الحالي. من المهم جدا أن تلتزم الجماعة بالتهدئة غير المعلنة التي تجوب الأجواء اليمنية. هناك اتصالات عديدة نتلقاها ونرصدها حتى بين أعيان اليمن وبين الأطياف السياسية، هناك استبشار في الداخل اليمني بهذه المشاورات المقبلة. لكن الرسالة هي ليست رسالة حوثية فقط، هي رسالة إيرانية تقول للحوثيين أنكم لن تكونون جزءا من اليمن ولن تكونون حزبا أو مكونا سياسيا، أنتم مجرد ميليشيات، هدفكم أو توجهاتكم هي استعداء المنطقة وأن تبقوا كميليشيات. هناك فرصة كبيرة كانت أمام الحوثيين لكي يتحولوا إلى جماعة سياسية وأن يحافظوا على الأقل على المكتسبات التي حصلوا عليها. بالمناسبة من المهم جدا أن نعرف أنه يجب محاسبة الحوثيين ومحاكمتهم وليس جلبهم إلى طاولات المفاوضات، ولكن هذا جزء من حرص الحكومة اليمنية أولاً والتحالف الداعم لها على حقن الدماء وإنهاء الأزمة اليمنية التي أثقلت كاهن 30 مليون يمني منذ سبتمبر 2014 حين انقلب الحوثيون على الحكومة اليمنية وأدخلوا اليمنيين في كهف وفي ويلات هذه الحرب. أعتقد أن الحوثيين ردوا على المبادرة الخليجية بهذه الاعتداءات. لا أعرف ولا أعتقد أن الحوثيين سوف يحضرون، ولا أعتقد بأي وجه سوف يواجهون إخوتهم اليمنيين بعد هذه السنوات الثمانية، بعدما قتلوا أطفالهم وجندوهم وأثقلوا كاهلهم وعبأوا المعتقلات ولغموا الأراضي وشردوا الناس، وحتى الآن حرموهم ليس فقط من الرواتب، هم يحرمونهم أيضا من أبسط لوازم الحياة كالنفط وغيره. فلا أعتقد أن هناك نفق كبير جدا للأسف يمر به اليمن، ولعلنا نستبشر فقط بأن اليمنيين أو مناهضي الحوثيين سوف يجلسون في نهاية هذا الشهر وسيردون على الحوثيين بالقول إنهم كيمنيين رغم كل الفروقات التي بينهم ورغم كل المباحثات السياسية إلا أنهم سيقدمون مصلحة اليمن والشعب اليمني على أي مصالح طريقة وشخصية. سيكون هناك عنوان واحد فقط، خانة يمنية يجتمع فيها كل اليمنيين، وهناك خانة إيرانية لن يبقى فيها إلا الحوثيين وحدهم أيتام، وأعتقد أن اليمن سينتصر.